النهارده بيوافق تذكار كنيسه بتحتفل بالقديس القوي الانبا موسى. انا ما بحبش قوي اقول انبا موسى الاسود، بيعتبروه ديسكريميشن يعني. فيعني ايه، حتى الكنيسه لما جت تلقبه قالت ايه، بيجوريس اواب افا موسى، اللي هو ايه، القديس القوي انبا موسى. وصراحه الكنيسه لقبت الانبا موسى بالقوي مش لانه كان قوي جسمانيا، لانه كان قوي في توبته، كان قوي في توبته، توبة قوية، واحد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، واحد من حرامي قطع طرق لقاتل لزاني، كل ما تشتهوه من خطايا، كل ما هو في دماغكم من خطايا، لو عادتوا تكتبوا كده خطايا أنبا موسى إيه عمله، قال لك لم تكن هناك خطية لم يفعلها، يعني ما فيش خطية تيجي في بالنا ما عملهاش. في دروس كتير قوي نتعلمها من حياه القديس الانبا موسى. اول درس نتعلمه من حياه القديس الانبا موسى ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. ربنا عايز كل الناس، كل الناس. وده الفرق اللي ما بيننا وما بين ربنا، ان احنا بننقي الناس، بنصنف الناس، انما ربنا عايز الكل. وساعات الحركه دي تخلي الناس ما تخشش الكنيسه. ليه؟ كنت قاعد مع شاب كده اسبوع دوت، قال لي انا بقى لي 14 سنه ما بجيش الكنيسه. ليه يا ابني 14 سنه؟ قال لي بقى لي 14 سنه كنت خادم، كنت شماس، خلصت اعداد خدام، بقى لي 14 سنه بخش الكنيسه. ليه؟ عنده خطيه معينه معروفه الناس عارفاها عنه. فاقول لي كل ما باجي بشوفها في عينين الناس، شوفها في عينين الناس، فلان اللي بيعمل كذا، بالتالي قرر انه يعمل ايه؟ مش عايز اشوف النظره دي، مش عايز اشوف نظره الادانه، الناس تبص له كده انت ايه اللي جايبك هنا؟ عارف زي ما يكون ده الملك بتاع كل واحد فينا. فاحنا ببساطه جدا بنقرر مين يجي مين ما يجيش، مين يكمل مين ما يكملش، مين يستحق يكون هنا ومين ما يستحقش ما يكونش هنا. ممكن ما تقولهاش، ممكن ما تتكلمش، بس افعالك تدل عليها. في الوقت اللي صاحب المكان عاوز الكل، ومحدش فينا يمتلك أي حاجة هنا. فأول درس نتعلمه أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون. ربنا عايز الكل زي ما هم كده، حلوهم بوحشهم، بخطاياهم بفضائلهم، عاوزهم زي ما هم، عايز يجيبهم لحضن تاني. زي ما قلت لكم القديس موسى، القديس أنبا موسى كان عبد، كان لونه أسود، كان شرير جداً، كان بيعبد، كان عبد لسيد بيعبد الشمس، فطلع يعبد الشمس زي سيده. وبعدين نظرا لقوته الجسمانيه فبدا ان هو يتمرد على سيده، فسيده طرده وبدا يبقى رئيس عصابه، وبدا يبقى ليه شهره واسعه قوي في المنطقه، ان اي قافله تعدي من هنا او اي مكان يعدي من هنا موسى ايه بياخد الايه الغنايم دي. كان قوي جدا جسمانيا، فكان الناس تخاف منه. لكن زي ما قلت لكم ان ربنا بيدور على كل الناس وبيخبط على قلب كل الناس، كان في جواه تملي صراع، كان جواه تملي سؤال، انت مين؟ عاوز يعرف ربنا. ربنا عمال يخبط على قلبه. وربنا بيشتغل في كل الناس، احنا بنفتكر ان ربنا بيشتغل فينا احنا بس. لا، ربنا بيشتغل في كل الناس، احنا عندنا ميزه عن كل الناس ان روح الله ساكن فينا، فالمفروض انه يشتغل فينا بقوه. إنما الله بيعمل في بقية الناس طبعا أكيد، وبدليل الناس اللي بتيجي ربنا دي، ما محدش بتقواه ولا بفضايله ولا بأي حاجة خالص بيجي، لكن مين اللي بيخبط على قلب كل واحد فينا؟ هو الله. عارفين عاملة زي إيه؟ أشبهها لكم ببساطة كده. عارفين زي ما يجيب أي جهاز ونحطه في الكهرباء، نحط الفيشة بتاعته في الكهرباء، الجهاز ده وصله كهرباء ولا لأ؟ وصله كهرباء، يعني الكهرباء جواه؟ آه، ده عمل الله. لكن الجهاز ده شغال ولا مش شغال بيعتمد انت تدوس زرار الباور يشتغل كده، انت تبقى مسيحي 100%. ليه؟ لان انت كده روح الله ساكن فيك، بيعمل فيك، وصل لك كل حاجه تمام، منور. او زي اي لمبه مثلا، اللمبه بوصلها كهرباء، وصلها كهرباء. ليه؟ بدايه انت لما بتدوس على الزرار بتاعها بيحصل ايه؟ تنور. ده الفرق اللي ما بين المؤمنين وغير المؤمنين. الله بيعمل في كل الناس، بس اللي بيقبل المسيح، اللي بيدوس على الزرار بيحصل ايه؟ المسيح ينور في حياته فيضيء لكل اللي حواليه.
ده اللي تم على القديس موسى الأسود. فضل يسأل مين الإله مين الإله مين الإله، لحد ما ربنا جه في مرة بعت له صوت كده وقال له إيه، عايز تعرف الإله روح لبرية شهيد. برية شهيد كانت مشهورة جدا كلها رهبان، قال له روح هناك وانت إيه وانت تعرف الإله الحقيقي. الجميل في القديس الأنبا موسى إنه أول ما سمع الصوت عمل إيه؟ راح. شكاك كتاب يقولك إيه، إن سمعتم الصوت لا تقصوا قلوبكم. ربنا بيتكلم في كل واحد فينا وبيتكلم فينا بقوة عن الناس التانية، لكن ساعات إحنا بنعمل إيه؟ بنقفل ودنا، ما بنرضاش نسمع، ما بنرضاش نسمع. كم مرة ربنا ساعة لينا وإحنا قلنا له لا شكرا مش عاوزين، بلاش انت النهاردة. كام مرة ربنا بيسعى لكل واحد فينا ويكلمه في ودانه كده يقول له بلاش تعمل اللي انت هتعمله دوت. كام مرة بنستجيب للنداء ده، وكام مرة بنقول له لا معلش انت اركن شوية دلوقتي لحد ما اخلص اللي انا بعمله وبعد كده بنرجع نتوب. كام مرة واحنا قايمين الصبح رايحين الكنيسة يجي لك صوت يقول لك قوم اصحى يلا هتتأخر على الكنيسة، تقوم تقول له لا سيبنا نام شوية انا تعبان أنا عايز أريح. كام مرة؟ كل دي أصوات ربنا بيبعتها لنا علشان إيه؟ نرجع. يبقى أول درس نتعلمه في حياة القديس الأنبا موسى إن الله عايز الكل وبيسعى للكل وبينادي للكل، فمنجيش إحنا اللي ملناش أي دور نمنع عمل الله في حياة الناس التانية. تخيلوا لو كان القديس الأنبا موسى لما راح برية شهيد أول واحد قبله هو الأنبا إيسيزوروس، فلما شافه كده خاف منه قال له أنت جاي تعمل إيه؟ قال له أنا جاي أتعرف على الإله بتاعك. لو كان الأنبا إيسيزوروس قال له أنت خاطي، أنت سمعتك وحشة، أنت شخص مش كويس، أنت ما ينفعش تكون في البرية، البرية مكان للإيه؟ للناس اللي جاية إيه؟ توزن قلوبها. ما برية شهيد اسمها إيه؟ ميزان القلوب، كل واحد يروح يوزن قلبه كده، شوف قلبه هيطب ولا لأ، قلبه فيه قد إيه؟ فبالمقياس ده هو قلبه ما فيهوش حاجه خالص، فكان يقول له انت المفروض لا ما تنفعش، روح العالم الاول، روح اي كنيسه تاني خليك كويس كده وتوب وكده، فتعال لنا بقى احنا الرهبان احنا الناس الكويسين. فبالعكس قبله جابه قال له لا تعالى اقعد في وسطينا، رغم انه مش راهب او مش راهب بس خلاص نفسه مهم. ساعات كتير من اجل الروتين ومن اجل الشكليات بنضيع نفوس واحنا مش واخدين بالنا. زي ما قلت لكم الله عاوز الكل، عاوز الكل. طيب عاوزنا ازاي؟ في ناس بقى عندها فكره كده في دماغها الشيطان يرميها يقول لك ايه، ان انت هتروح الكنيسه وانت كده، طب استنى لما تبقى كويس، طيب استنى لما تنظف اللي جواك بقى كده روح. قديس الأنبا موسى ما استناش الفكره دي لانه عارف ان كله حاجات وحشه، فرح زي ما هو كده، راح باللي جواه، ما استناش ينظف نفسه، لان لو كان استنى هيحصل ايه؟ عمره ما هيعرف يبقى كويس، عمره ما هيعرف يتوب، عمره ما هيعرف ينضب. تملي الشيطان يحط فينا الفكره دي، استنى لما تتوب الاول بعد كده روح اعترف. امال هم عملوا الاعتراف ليه؟ طب استنى لما تبقى كويس روح اتناول، عمري ما هبقى كويس من غير تناول. طب استنى لما تبقى كويس روح الكنيسه، يبقى عمرك ما هتروح الكنيسه. وساعتها بقى يستغل النقطه اللي انا لسه كنت بكلمكم فيها من شويه، انت لو رحت كده والناس عارفه انت بتعمل ايه هيبصوا لك نظره مش كويسه، ما بلاش، احترم نفسك كده وخليك قاعد في البيت. ايه اللي هيوديك ده مجمع القديسين الكنيسه ده؟ لا الكنيسه مش مجمع القديسين ولا حاجه، الكنيسه مجمع الخطاه، كل اللي خاطي وجاي عايز يتوب يجي الكنيسه. الكنيسه مش متحف للقديسين، احنا بنيجي نتدارى في ربنا. ده اللي عمله القديس الأنبا موسى، عمل ايه؟ راح زي ما هو كده، لان ربنا ببساطه قال ايه، بدوني لن تقدروا ان تفعلوا شيئا. من غير ربنا مش عارف نعمل حاجه، مش نعرف نتوب، مش نعرف نبقى كويسين، مش نعرف نتقدم في حياتنا الروحيه. فمهما كانت خطاياك مهما كانت حالتك لازم تيجي بيت ربنا، وده اللي عمله قديس الأنبا موسى. يبقى احنا قلنا نقطتين، اول نقطه ان ربنا عاوز الكل، الله يريد ان جميع الناس يخلصون مهما كانوا الناس دي. اثنين، مهما كانت حالتك ربنا عاوزك زي ما انت كده، ربنا بيحبك زي ما انت كده، ربنا مش مستني شروط علشان يحبك بيها. نقطة مهمة في حياة القديس الأنبا موسى هو التواضع، والتواضع هو أساس كل الفضائل. تملي أقول لكم المثل ده، مثل جميل. الفضائل عاملة زي عقد إيه؟ زي حبات السبحة كده، الخيط اللي بيمسك كل الحبات دي هو التواضع.
لو ما معكش تواضع ما تعرفش تقتني ولا فضيلة، ما تعرفش تمسك في ايدك فضيلة معينة. هو ده الخيط اللي انت بتحط فيه كل حبات السبحة، كل الفضائل اللي تقدر تقتنيها في حياتك ما كانتش فيها تواضع تبقى فضائل مزيفة تاخد وقتها وتروح، او ما تدومش معاك تخسرها بسرعة، تخسرها بسرعة. وكل ما تقرب من ربنا اكتر كل ما تتواضع اكتر، يعني كل ما تعرف ربنا اكتر ما تبقاش عندك مشكلة، ما تبقاش عندك الايجو اللي جواك دوت. كل ما تقرب من ربنا اكتر كل ما ايه تحس ان انت اقل من كل الناس، وان كل الناس اللي حواليك احسن منك. ده اللي كان بيعمله القديس الانبا موسى. الانبا موسى كان رئيس عصابة، يعني كان المشهور، اي نعم شهرة وحشة سمعتها وحشة بس كان مشهور. لما كان يعدي في الشارع كده او يعدي في البرية الناس كلها تخاف. مشهور ولا مش مشهور؟ مشهور، نفسه كبيرة، شايف نفسه، شايف نفسه ان هو البلطجي اللي في الحتة دي، ان ما حدش يقدر يقف قدامه. ورغم ذلك لما عرف المسيح عمل ايه؟ راح عاش كأفقر انسان، ساب الشهرة والفلوس والغنى، نعم كله مش كويس بس شهرة، ساب كل دوت وفضل ان يعيش كإنسان بسيط في البرية لا يقتني شيء ولا يملك اي شيء، لانه شاف ان خلاص نفسه اهم من كل الحاجات اللي كانت معاه. حتى لما زاع صيته في البرية من كتر جهاده ومن كتر قداسته بدأ يتواضع اكتر. يعني في مرة كان في ملك من الملوك سمع عنه فجاي عايز يقابله، فالملك ده هو ماشي قابل الانبا موسى فبيقول له ما تعرفش راهب قديس اسمه الانبا موسى؟ قال له عاوزه تعرف منه ايه؟ قال له كنت عايز اقابله اخد بركته. قال له بركته ايه؟ قال له ده راجل كبير في السن، كبر وخرف ومش كويس واخلاقه مش كويسه، ده راهب يعني خرف، جاي تاخد منه ايه؟ ارجع مكانك احسن. فالملك استغرب، ايه الراهب اللي عمال يشتم في الراهب زميله دوت؟ فمشي شويه كده وقابل مجموعه رهبان تانية فبيسالهم على الانبا موسى، فقالوا له ده راهب قديس. قال لهم ده لسه مقابل راهب زميلكم عمال يقول كلام مش كويس عليه. قال له طب وصف لنا الراهب ده. قال لهم راهب كبير كده واسمر. قال لهم ما هو ده انبا موسى. ما حبش يسمع مديح الناس. لما جم يرسموه قسيس، لما جه ياخد كهنوت، يعني خلي بالك احنا عندنا خلط، احنا بنسمع كلمه راهب يعني كاهن، لا راهب معناه ان ما عندوش رتبه كهنوتيه، يعني الراهب ما عندوش رتبه كهنوتيه، اول رتبه في الكهنوت هو القسيس القسيسيه، فممكن يبقى راهب وقسيس في وقت واحد، فدي بالكوا ازاي. فمش معنى كلمه سمعت ان راهب معناه ان يقدر يقدم ذبيحه ويقدر يقف على المذبح، لا راهب معناها انه ما عندوش اي سلطه كهنوتيه، ما عندوش اي رتبه كهنوتيه، ما يقدرش يقف على المذبح ويقدم الذبيحه، لازم الراهب يكون قسيس، يترسم قسيس. فلما جم يرسموه قسيس فكان اللي بيرسمه البابا ثيوفيلوس 23، فهم واقفين في الكنيسه كده قال لهم ايه نعمل له اختبار صغير كده، فقال لهم اول ما يخش كنيسه قولوا له اخرج بره يا حبشي يا اسود. فاول ما دخل الكنيسه راح واحد من الرهبان اللي حواليه قال له انت جاي تعمل هنا ايه؟ انت يا اسود اطلع بره ما ينفعش تبقى معانا. فبهدوء جدا خرج بره الكنيسه. وبعدين هو خارج سمعوه بيقول لنفسه ايه؟ حسنا فعلوا بك يا رمادي اللون يا اسود الجلد، وحيث انك لست بانسان فلماذا تحضر مع الناس؟ بس بيتكلم على نفسه ازاي؟ بيقول ماما فعلا انا راجل ايه؟ لون اسود رمادي، انا مش انسان، انا ايه اللي موقفني مع الناس؟ اجي اعمل ايه؟ شايفين ما مدى اتضاعه قد ايه؟ ان حتى ما حسبش نفسه مستاهل ان يكون انسان يقف مع بقيه الناس، مش راهب يقف مع بقيه الرهبان. فلما سمعوا منه كده البابا استدعاه ورسموا قسيس، وهما بيرسموا قسيس سمعوا صوت من السماء يقول ايه اكسيوس اكسيوس اكسيوس، يعني مستحق مستحق مستحق. اول ما بقى كاهن شوفوا ازديادا في اتضاعه لانه عارف نفسه كويس وعارف هو عاوز ايه، لبسوه ثوب الخدمه الابيض، اي كاهن بيترسم جديد بيلبس الابيض. فرح واحد من الآباء قال له مبروك بقيت كلك أبيض. فرح قال له أيها الأب ليت ذلك يكون من الداخل كما من الخارج، ياريت يكون البياض دوت زي ما هو من بره يكون من جوه. يبقى دي نقطة مهمة نتعلمها في حياة القديس الأنبا موسى هو الاتضاع. نقطة تانية عدم الإدانة، خطية كلنا بالاستثناء بنقع فيها، ما بنبطلش كلام وطول ما بنتكلم بنجي في سيرة الناس وندين الناس.
فمرة كان فيه راهب غلط، عمل خطيئة معينة، ولمين مجمع الدير كله علشان يحكموا على الراهب ده. فكلموا قديس الأنبا موسى، قالوا له ايه، تعال احضر المجمع. قال لهم مجمع ايه؟ قالوا بنحكم على راهب. حكم على راهب ليه؟ غلط. قال لهم حاضر. راح جايب شوال كبير كده وخرمه وحط فيه رمل، قاعد يعبي فيه رمل، كل واقف بيتفرج انت بتعمل ايه، وراح شايل الايه الشوال على ظهره وماشي. طول ما هو ماشي الشوال عمال ايه يخر رمل، لحد ما راح المجمع. قالوا له ايه ده اللي انت عامله ده؟ قال لهم جيت وخطاياي بتجري ورايا، خطايا اللي انا مش شايفها واللي انتم مش شايفينها لان ربنا ساتر عليها، جايبيني عشان احكم على اخويا. هو انا مين عشان احكم عليه؟ لما ابقى بطل الاول خطايا وابقى كويس ابقى احكم عليه. فبالتالي ده كان درس لكل اللي موجودين، ان هم يسامحوا اخوهم وايه، وما يبقاش فيه بالنسبه له اي ادانه، خطيه عدم الادانه. درس ثاني في حياه القديس الانبا موسى، الصبر. الصبر في الجهاد. قديس الانبا موسى كانت الخطيه عاده في حياته، يعني كان شهواني لابعد درجه، ياكل كتير، يشرب خمره كتير، يعني عايش ملذات العالم بعنف. فلما جه يبقى راهب، قديس الانبا سيزوريس قال له بلاش، قال له بلاش تعمل كده لان حروبك هتبقى صعبه، ارجع للعالم وعيش، انت جيت هنا وتبت، ارجع للعالم وعيش. فقال له لا، انا عايز ابقى راهب. فلما جيت رهبا كان لازم يعترف بخطاياه. اكيد لما موسى اعترف بخطاياه قبل كده عشان ياخد ينال المعموديه ويبقى انسان جديد، لكن لما جيت رهبا قال خطاياه قدام كل مجمع الدير. فقولوا ان القديس مكاريس وهو قاعد شاف لوح اسود كده وملاك كل شويه يجي يشيل جزء من السواد ده، كل ما اقول خطيه يشيلها له، كل ما يشيل خطيه يشيلها له. ما مدى قوه الروحيه اللي في هذا الشخص ان يقف قدام الكنيسه ويعترف بخطاياه؟ احنا بنجري ورا الناس ده عشان ايه؟ تعترف، تعالى يا فلان اعترف، يقول لك مشغول، عندي مش عارف ايه، وبنبقى في الاوضه او في الكنيسه هنا ومحدش حواليه، وابونا بيعمل نفسه مش سامع علشان ندي الناس اريحيه انها تعترف. لكن القديس الانبا موسى ما كانش عنده الموضوع ده خالص، كانش فارق معاه، لان كان فارق معاه ابديته. الشخص اللي بيعترف دوت واخد غفران من الله، ربنا مدي الغفران لكل الناس، بس الغفران ده مشروط. بمعنى زي ما انا كده اكتب شيك لاي حد فيكم، اكتب شيك لايه؟ لاي حد، واقول له انت الفلوس دي بقى بتاعتك، لما تاخد الفلوس في ايدك بقى بتاعتك ولا مش بتاعتك؟ بتاعتك، بس عشان تاخدها وتحولها فلوس لازم تروح للبنك، للكاشير اللي واقف، تدي له الشيك دوت فيقوم من رصيدي يطلع لك الفلوس فتاخدها في ايدك. في الاعتراف كده، الاعتراف لما بنتوب قدام ربنا، ربنا بيغفر لنا خطيئتنا، بس لازم تروح للكاشير اللي هو انا ابونا، يعمل ايه؟ ياخد من رصيد الغفران بتاع ربنا اللي حاطته لك ويعمل ايه؟ يديه لك، وياخد خطاياك اللي هي البنك سليب اللي انت بتملاها دي، ياخدها ويعملها ايه؟ ويحطها في الاكونت بتاع ربنا، يقول له ايه؟ رب خطايا شعبك اغفرها. عشان كده تملي في العشيه لما الكاهن بينزل يعمل دوره البخور، هو بيعمل ايه؟ مش بننزل نتمشى عشان نلوز ويت، ما بعملش رجيم، لكن انا بنزل الم اعترافات الناس. دي لحظه مهمه، اي واحد فيكم في حاجه متعباه، خطيه تعباه، اتخانق مع حد وهو جاي، او كان لسه معترف الاسبوع اللي فات وراح متخانق ولا غلط، علشان ما يبقاش ضميره مثقل وهو داخل يتناول. فالكنيسه عملت في موضوع ان احنا نعترف ايه الاعتراف ده حاجه بسرعه كده، بس ده ما يغنيش ان انت تروح تعترف، لازم تروح ايه تعترف، لكن ده عشان انت ما تبقاش ضميرك مثقل وانت داخل على جسد ربنا ودمه ان انت تتناول. القديس الانبا موسى ما كان عنده الشجاعه انه يعمل كده. صبره في جهاده زي ما قلت لكم الخطيه كانت طبع فيه، فعشان يبطل الطبع ده صعب، ففضل يجاهد 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 لدرجه بمره فضل طول الليل مش طايق يقعد في القلايه بتاعته. حرب الزنا اللي عليه غير طبيعيه، عماله تفكره بشهواته، كل شويه يروح للانبا سيزوريس يقول له تعبان مش قادر، يقول له ارجع عليا، يقول له مش قادر، كل ما ادخل القلايه الحرب بتزيد عليا، طول الليل رايح جاي. راح انبا سيزوريس قال له تعالى،
راح مطلعه وقفه على السطح فوق، قال له بص للغرب كده، بص، قال له شايف ايه؟ قال له شايف شخطين كتير عايز تهجم عليا. قال له كويس، بص في الشرق بقى كده، قال له شايف ايه؟ قال له شايف ملائكه كتير اكتر من الشياطين واقفين معايا وبيسندوني. قال له بدام معونه ربنا معاك يبقى تشجع، اصبر لحد ما يجي وقت لما ربنا يلاقيك امين في جهادك ضد خطيه معينه في حياتك يرفعها عنك. ساعات الخطايا بتزيد علينا في حياتنا ما بتترفعش بسهوله، لان احنا مش امنا في جهادنا مع ربنا، مش امين في جهادي ضد الخطيه دي. فربنا يقول لك لا، انت محتاج تصبر شويه. لكن اول ما تبقى امين في جهادك ضد الخطيه، لما ايه ربنا يرفع ايه؟ يرفع الحرب دي عنك. قديس الانبا موسى ليه اقوال كتير، هقول لكم كم قول كده مهمين. أول قول يقول إيه؟ اعلم يقينا أن كل إنسان يأكل ويشرب بلا ضابط ويحب أباطيل هذا العالم فإنه لا يستطيع أن ينال شيئا من الصلاح، بل ولن يدركه لأنه يخدع نفسه. إن أثرت أن تتوب إلى الله فاحترز من التناعم، فإنه يسير سائر الأوجاع ويطرد خوف الله من القلب. بمعنى أن الإنسان اللي سايب نفسه لشهواته، بياكل بلا ضابط، بيشرب بلا ضابط، متنعم قوي، مركز قوي ياكل ايه، يشرب ايه، يلبس ايه، ما احنا لازم ناكل ونشرب ونلبس لازم. لكن اللي مركز قوي في اكله وشربه ولبسه وبيته عامل ازاي وسريره عامل ازاي وعربيته عامله ازاي ومش عارف ايه عامل ازاي والحاجات اللي يبقى بيكي كده في حياته دوت، ده انسان لا يدرك الصلاح ابدا. ليه؟ لان كل دماغه تركيزه في الماديات، فبالتالي ما عندوش وقت يفكر في السماء، ما عندوش وقت يفكر في أبديته. فعشان كده بيقول إيه؟ إن أثرت أن تتوب، يعني لو عاوز تتوب فاحترز من التناعم. الرفاهية الزيادة ما تخليكش تعرف تتوب. ليه؟ لأنها تطرد خوف الله من القلب، ما بتبقاش مركز مع ربنا، أنت مركز في الماديات. القول الثاني اللي قاله القديس الأنبا موسى، لا تكن قاسي القلب على أخيك فإننا جميعا تغلبنا الأفكار الشريرة. يا ناس بتقسى على اخواتها، سواء اخواتهم الجسديين او اخواتهم الروحيين، الاثنين واحد، الاثنين اخوات. يا ما بنقسى على بعض، ويا ما بندين بعض، ويا ما بنبص لبعض نظرات مش كويسة، وبننسى تملي ان لولا ستر ربنا علينا ما كناش يبقى عندنا الجرأة دي ان احنا نقف قدام الناس ونكلمهم بالشكل دوت ونقول لهم انت عملت ايه وما عملتش ايه، او انت جاي هنا ليه، او بتصلي هنا ليه، انت فاكر انت عملت ايه وعملت وعملت وعملت. فالقديس الانبا موسى يقول لك ايه؟ لا تكن قاسي القلب على اخيك. الانسان اللي قلبه قاسي على اخوه هو بدون ما يشعر بيقسي قلب ربنا عليه. ليه؟ لان زي ما انت بتعمل ربنا هيعمل معاك. زي ما انت بتحاسب الناس وقف لهم على الوحده، هتلاقي ربنا برضه هيقف معاك وحاسبك على الوحده. ما هي الموضوع ببساطه، الموضوع ببساطه جدا، اللي بنعمله هنا هو اللي هيتطبق علينا في السماء. الموضوع اسهل منه، مفيش حاجه اسهل من كده. اللي احنا بنعمله هنا هو اللي هنكمل بيه في السماء. مكمل مع ربنا، ربنا يكمل معاك في السماء. بعيد عن ربنا هنا، هتبقى بعيد عن ربنا في السماء. عمال تضايق في الناس وتحاسبهم وتدينهم ومش سايب لهم، ربنا برضو في الاخر يقول لك تعالى زي ما انت بتدين هتدان، زي ما كنت بتعمل هيتعمل فيك. تختار ايه؟ تختار تبقى كويس هنا هبقى كويس معاك فوق، تختار تبقى غير صالح هنا هيبقى الدنيا مختلفه معاك فوق. عشان كده القديس يقول لك ايه؟ لا تكن قاسي القلب على اخوك. ما يبقاش قلبك قاسي، بلاش تقسي قلبك، لان احنا كلنا تغلبنا الافكار الشريره، كلنا ايه بنغلط، كلنا بيجي لنا لحظه ضعف، حدش فينا ما بيغلطش، حدش فينا ما بيغلطش. ربنا يدينا ان احنا ناخد بركة قديس الانبا موسى ونستفاد من حياته ونتعلم دروس نعيش بيها في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.